المدني بحث ودراسه. اما تجيلي قضيه مدني ونبتدي من هنا ونخليها دي نقطه البدايه، اما تجيلي قضيه مدني اول حاجه والموكل قاعد قدامي ابص لها المواعيد، لا يكون جابها لي وبعد المواعيد. قضيه المفروض تترفع في خلال كذا وعدى الميعاد، يبقى اول حاجه بنظرها المواعيد قبل ما الموكل يقوم من قدامي وقبل ما اوافق على قبول القضيه او رفضها، ابص للمواعيد الاول. طيب لقيت المواعيد ماشي في وقت، اول حاجه بفكر فيها اما يكون جاي لحد في قضيه تعويض مثلا، ايه المستندات؟ بجمع مستنداتي الاول، وما اجي اجمع المستندات اعمل حسابي ان الدايره تقفل، دايره المستندات تقفل. يعني ايه دايره المستندات تقفل؟ يعني ما يبقاش عندي ثغره يخش لي منها الخصم. كل مستنداتي لو دعوه تعويض مثلا، نمثل بدعوه تعويض نشوف ايه الاضرار. طب عندي المستند بتاع الضرر، طب ايه الخطا؟ عندي ما يثبت الخطا، طب ايه علاقه السببيه؟ عندي ما يثبت، اقفل الدايره. ما ينفعش اشتغل القضيه وانا عندي احتمالات المكسب او الخساره، لا، لازم أن اكون عندي حكمه في الدراسه عشان ابقى واثق من نفسي وقادر على اني اقف قدام خصمي وانا واثق من نفسي واقف على الارض صلبه. يبقى اول حاجه بعملها المستندات، لازم اعددها وما اخدش القضيه واقبلها الا اذا كان الموكل بتاعي جاهز بمستنداته، الا اذا هو مش قادر يطلع مستند اشوف انا هقدر اطلعه او بعد كده هطلبه من المحكمه ان المحكمه تصرح لي بيه، ولكن اجهز مستنداتي. طب بعد تجهيز المستندات، قرار هو اصعب قرار في الدعوه، وهو الفكره اللي هتقوم عليها الدعوه. الفكره دي اصعب حاجه في القضايا المدنيه. لو سمحت بقى ما حدش يمشي في الطرق تاني بقى، خلاص كفايه كده، ما حدش، ما فيش مكان قدام كمان، اقرب مكان اقعد فيه يا استاذ لو سمحت. ما حدش بقى يتحرك خالص في الدور الارضي ده، اللي عايز بقى يطلع فوق يطلع. ممكن الباب يتقفل لو سمحت. اقفل الباب. طيب القرار هو ده أصعب حاجة في القضايا المدني، إن أنا هرفع الدعوة دي إيه بالظبط؟ مطالبة ولا دعوة حلول ولا إسراء بلا سبب؟ لأن لو خدت قرار غلط ورفعت الدعوة غلط أقعد سنتين ثلاثة في المحاكم والآخر لا نتيجة، هاخد عدم قبول أو هاخد رفض. يبقى قرار النص، القرار ده يعني النص اللي هستند عليه، النص اللي هستند عليه هو أهم حاجة في رفع الدعوة المدنية. وبناء على القرار وبناء على النص اللي هستخدمه بجمع مستنداتي. طيب خدت القرار وعرفت الدعوة هتترفع، نوع الدعوة إيه؟ وأمام أنهي محكمة؟ الاختصاص المكاني، الاختصاص النوعي، الاختصاص القيمي، كله اتظبط عندي، ابتدي اكتب الدعوه بتاعتي. يبقى مش اول ما يجي لي الموكل تك تك اروح كاتب اي كلام واودي الدعوه قدام المحكمه مكتوبه بفوضويه مش مؤسسه على نصوص ومؤسسه على وقائع. لا، باخد قراري كويس قوي واجمع مستنداتي وابتدي اكتب الدعوه. صحيفه الدعوه، صحيفة الدعوة بيسموها صحيفة افتتاح الدعوة. ليه كلمة افتتاح؟ لأن هي الصحيفة دي اللي بتقوم عليها الدعوة كلها بعد كده، صحيفة. وهو حد وهو بيكتب الصحيفة يقول أما أكتب كلمتين كده ألحق بس المواعيد وبعد كده قدام المحكمة بقى إيه أبقى أجهز مستنداتي وأشوف أنا هقدم إيه وهشوف انا هعمل ايه. لا، ده صحيفه الدعوه لازم أن تكتبها بتركيز ومستنده الى نصوص
ويا حبذا لو جبت احكام محاكم نقض في موضوع الدعوه، بحيث انك انت وانت بتكتب الصحيفه تقول للمحكمه ولخصمك ان الدعوه مؤسسه ومقفوله، يعني تحاول بقدر الامكان تفكر بتفكير خصمك المحامي الزميل اللي هيفكر قدامك، تشوف هو ممكن يفكر لك في ايه، ممكن يدفع بايه، وتحاول تقفل دعواك. هو ده المحامي الناجح. مفيش حد يكتب دعوه كده اي كلام وبعدين يقول هلحقها بالمذكرات، لا، صحيفه افتتاح الدعوه دي هي اهم ورقه في الدعوه، اهم ورقه.